الحملات التحسيسية التوعوية يعني اختارت جمعية تحدي باش تميز على باقي المكونات المجتمع المدني في هذا القانون بالضبط. يعني الهدف من هذه الحملة هو توعية كل المواطنات وكل المواطنين وخاصة يعني الشابات والشباب اللي معنيين بهذا القانون. اليوم درنا واحد ديبليو أو واحد المطوي وكذلك واحد الدليل اللي تعرف يعني ما هو القانون اللي جاء اللي هو قانون 103/13 وكذلك شنو هما العقوبات اللي كاينه فيه، وكذلك نفتحوا حوار مع الشباب واش هما واعين بهذا القانون ولا ما واعينش به، واش هما فعلا ولا ماشي علمهم. يعني الهدف ديالنا هو نوصلوا رساله ديالنا الاكبر يعني شريحه من المجتمع خاصه يعني النساء والشابات وكذلك يعني الشباب. اليوم كاين تجاوب بالنسبه للشارع، لقينا شباب اللي اليوم يعني سبق لهم انهم تعرفوا على القانون عبر وسائل ديال التواصل او عبر وسائل الاعلام، وكاين تجاوب. يعني اليوم هذا القانون هو ما يعني احنا غير راضين عليه ولكن هو مكتسب، كيف ما اعتبرنا احنا هذا اليوم هو يوم تاريخي اللي غيقدر انه يزيد ببلادنا القدام وكذلك يجوب على الحاجيات ديال كل النساء اللي كانوا مظلومين واللي كانوا تعانيوا مجموعه من النقص نواقص في القانون ديال العقوبات. وكذلك اليوم غيكون الردع، يعني ماشي غادي يكون يعني اساليب اننا غير باش اننا راه غادي نبلغوا وما غاديش يكون عندنا دليل ما غاديش نمشيو نبلغوا، لا حنا تنقولوا واخا ما يكونش عندك الدليل تعرضتي للتحرش في الحافله في الفضاء العام عبر الهاتف، يعني خصك تبلغي بالشكايه ديالك بكل الوسائل المتاحه، يعني سواء عندك يعني تسجيل ديال مكالمه سواء عندك صوره سواء عندك ميساج يعني ممكن انك تدلي بها لدى مخافر الشرطه. واكيد وحنا يعني متيقنين انهم غياخذوا بها بعين الاعتبار خاصه يعني مخافر الشرطه في المجال الحضري، وسبقات يعني كاينه تجربه اليوم اللي هي يعني تنعتبرها التجربه الوحيده يعني اللي تسجلت الان، وتنتمنى انها ما بغيناش حنا نسجلوا اكثر حالات ولكن بغينا نقصوا من الظاهره. قادر المرأة أنها تكسر هذاك الصمت وتمشي لمخافر الشرطة وتشكي بالمتحرش بها، لأن كاين عقوبات زجرية اللي هي بين شهر وست شهور وغرامة مالية بين 2000 درهم و 10000 درهم، ماشي فقط هما إيحاءات جنسية في الأماكن العمومية بل كذلك عن طريق الواتساب عن طريق الفيسبوك عن طريق كتابة ولا رسائل إلكترونية أو عبر الميساج هاتفي، لأن كل هذه تعتبر أنها تتمس بحرية المرأة وتتمس بها وتعتبرها أنها جسد فقط للجنس. بطبيعة الحال حنا من بعد غندير واحد اللقاء مع الأمن من أجل باش نفسروا أكثر هاد المواد اللي كاينة في القانون، لأن القانون واخا بالرغم أنه خرج واعتبرناه إيجابي وفيه بزاف الحوايج اللي تتخدم النساء ولكن كذلك فيه مشكل ديال الشهود والأدلة. وهذا مشكل، كيفاش ممكن نثبت ان تمارس عليا تحرش؟ كيفاش ممكن انا في الوقت اللي ما تلقاش الشهود ان ناخذ حقي؟ وهذا فيه نقاش، حنا تنقولوا هذه مرحلة أولى ديال التطبيق، من هنا واحد ست شهور تنشوفوا المتابعة ديالو، غنديروا الرصد ديالو وغيبان لنا الثغرات من أجل النضال أكثر، من أجل قانون حمائي وقائي، جبر الضرر وكذلك فيه الزجر، وكذلك أن النساء يكونوا حقيقة غاديين في الشارع بحرية مطلقة بدون ما يتمارس عليهم أي شكل من أشكال العنف والتحرش. الحاجة اللي عجبتني بهذا القانون أن ولا عندنا قانون، دونك ما كانش عندنا قانون قبل، يعني كان واحد يقدر يعيرك في وسائل التواصل واتساب فيسبوك واخا كتسكري لا كونفرساسيون كديك يقول لك راه والو، ولا كدير اوديو في سيدي وكديك يقول لك راه والو. دابا لا، دابا ولا عندنا واحد الحق انك زعما لي بروف كاينين انك غتسكريني لا كونفرساسيون، ان هذاك الاوديو غديري في سيدي وغديه، يعني ولا القانون كياخذ بالحق ديالنا، ولات غرامات ماليه ولات عقوبات ديال السجن، يعني ولاو بزاف د الحوايج يعني مزيان. اول حاجه كنحاولوا نوعيهم بالقانون بان المراه ولا عندها قانون، هذه بالنسبه للمراه. بالنسبه للدري كتقول بحال كتقولي حدا راسك راه اش ولا راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين، يعني هو كيقول لك واش سي فغي هذا الشيء غيطبق علينا، يعني واحد يقول صافي انا مابقيتش غنهضر كل واحد شنو كيقول، يعني هما ديجا ما عارفينش شنو كاين. كنعطيهم هاد المطويات اللي فيهم ديجا التعريف ديال التحرش وفيهم الفصول يعني القانون ديالنا شنو كيقول، العقوبات من تلاج وفيهم حتى الغرامات الماليه وانواع التحرش اللي يمكن انه يتعاقب عليه. وما عرفتش ديك الساعه شنو غندير، ولكن دابا راه غندافع على راسي وغادي نبغي نتحدى
انا باقي ما قريتوش. يلا هي شرحت لينا قالت لينا عندك الحق تشكي به، عنده هذا الحبس وعنده غرامه ماليه، هادشي اللي قالت لينا باقي ما قريتهاش. كتشوفي بلي هادشي غيوقف الشباب ما يبقاش ديالنا حنا؟ لا